معلمو مدارس خط أبو خشب، نعلن إضرابنا عن الدوام حتى تحقيق مطالبنا، وهي أولاً زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي وربطه بالدولار، ثانياً تفعيل دور نقابة المعلمين، ثالثاً تعيين حراس للمدارس، رابعاً تطبيق قانون العاملين، كما أننا نشعر بخيبة أمل لعدم استجابة الإدارة واهتمامها بمطالبنا مما أثر على سير العملية التعليمية. حرر يوم الاثنين المصادف في 4 نيسان 2022.